ما فيها لفتة صبية زهرة ورد هالبلد فيها ما فيها عود الريحان يدوس الورد يا بلد يا بلد فيك الفرح محبوس يا بلد صوت النوى مبحوح يا بلد فيك الهوى محبوس يا بلد فيك الهوى محبوس فيك الهوى محبوس فيك الهوى محبوس هالبلد فيها ما فيها عود الريحان يدوس الواد يا بلد يا بلد يا بلد انت الزمان يا عاطف يا بلد والعاشقين ينصف يا بلد 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 مريت بالشوارع شوارع القتل العتيقة قدام الدكاكين اللي بقيت من فلسطين حكينا سوا الخبرية وعطيوني مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. عند كل حجر في القدس يجب أن نتوقف. أستاذ طاهر، نحن الآن نقف أمام دار الأيتام الإسلامية الصناعية. نعم. هاي تاريخياً شو كانت؟ تاريخياً نحن في الواقع الآن واقفين على ممر أو طريق في البلدة القديمة، اسم هذا الممر طريق السرايا أو عقبة السرايا، وسميت السرايا لأن هذا الموقع الذي هو الآن دار الأيتام الإسلامية كان مقر لحاكم القدس الذي يعرف باسم سنجق دار القدس، وكان يتبع إما والي دمشق وهذا ما كان في الغالب أو والي عكا، وعلى هذا الاعتبار تعتبر هذه السرايا بمثابة وكأنها دار حكومة تابعة للدولة العثمانية، ولكن بعد احتلال مدينة القدس حيث سقطت بيد البريطانيين في عام 1917 أرادت بريطانيا أن تضع يدها على هذا الموقع باعتباره من ممتلكات الدولة العثمانية، إلا أن رجال القدس وفي مقدمتهم آنذاك الحاج أمين الحسيني حافظ على هذا الموقع حيث أنه رأسا حوله إلى بيت لدار الأيتام الإسلامية وآوى فيه مسلمي بمدينة القدس أولا ومن ثم أيتام فلسطين ثانيا، وعلى هذا الأساس حافظ على هذا الموقع وكما ترون حتى يومنا هذا اسم الموقع دار الأيتام الإسلامية، وكون عملت فيه دار للصناعة سميت دار الأيتام الإسلامية الصناعية. هلأ نحن في طريقنا الآن في طريقنا إلى نهاية ما يعرف بطريق عقبة السرايا إلى مدخل سوق العطارين الذي بعد ذلك يودي بنا إلى مفترق طرق أحد هذه المفارق التي سنتوجه إليها، المدخل الذي يؤدي إلى حارة الشرف. إلى حارة الشرف. إلى حارة الشرف.
هلا دخلنا أستاذ سوق العطارية. سوق العطارية هذا كان كله سوق عطارة. هلا هذا لوين بوصل سوق؟ هلا على أول باب على مدخل حارة الشرف. هلا على أول سوق الحصور أو في طريق مقابل ثاني موازي له، يا منروح هذه يا هذه، بس منروح تبع سوق الحصور مشان نزور كل حارة اللي هو تقريبا حارة الشرف. شايف من العطارة ما تمش إلا محلين ثلاثة بطل عطارة. لا لغاية الخمسينات كله كان عطارة. في هون كمان دخلة بتروحي على سوق صغير اسمه سوق الخواجات. الخواجات يعني الخواجات كانوا السواح يجوا عليه لأنه يبيع أشياء سياحية موازي لهذا. هذا نلف اللفة عشان افرجيك كيف بزيفوا التاريخ. هلا ندخل من هون سوق الحصور ونلف اللفة نيجي الطريق الموازي. طريق سوق الحصور مدخل حارة الشرف. هلا احنا حندخل على حارة الشرف. يعني ما تمش احتلال هاي او اخذها من هذه انقذناها في 67 شافي هاي ضلت معنا. لان هدول كافيين لنا. مسكرة هاي؟ ليش مسكرة هاي الدكاكين؟ مسكرة بقى يعني ولا في مشاكل؟ مأجرة لخياطين خياط. الجماعة ليش بطلوا يفتحوه؟ ها؟ ليش مسكرة؟ سلام عليكم. فيش شغل هلا هون دخلنا بدأنا على أبواب حارة الشرف. كبيرة مساحتها كبيرة حارة الشرف؟ 132 دنم من مجموع مساحة القدس الكلية. تداول يعني بين الأجيال الحالية كلمة حارة اليهود هو اسم منتحل ألصق التصاق قياسا على حوض صغير كان يعيش فيه اليهود، فأطلقوا اسم الجزء على الكل. يعني اسم الجزء الحوش هذا اللي عبارة عن 5 دنومات بأملاك عربية وإسلامية من سكان القدس القديمة، وبالتالي كانوا مستأجرين يعيشون فيه. بعضهم اشترى أسلحة وبنى عليها بإجارة طويلة، والخمسة دنومات اسم الجزء هذا أطلق على اسم الكل بعد عام 67. قبله كان العامة من الناس يقولون وين رايح؟ على حارة اليهود، يعني على المنطقة اللي عاش فيها بعض اليهود من أملاك مستأجرة. واقع ترجع التسمية إلى أحد المصلحين واسمه شرف الدين موسى، حيث أن هذا الإنسان جاء وسكن في منطقة كانت تعرف باسم حي الأكراد، ولكن كونه كان مشهورا بين أهل المدينة وأهل الحي والأحواش التي تجاوره أطلق عليها نسبة إلى حي الشرف نسبة إلى شرف الدين موسى. وطبعا لما دفن، وأولا دفن والده فيها حيث كان يعيش عند ابنه، وبعد وفاة شرف الدين دفن أيضا بجوار أبيه وفي هذا الحي. ومن هنا الحي كثير، الحي في الواقع فيه آثار قديمة بترجع إلى عهد شرف الدين. وبالتالي هذه القناطر التي أمامك هي عبارة عن مباني بدأ بناؤها في عهد شرف الدين. من الأشياء المهمة التي يجب أنه يعرفها الإنسان أنه هذه الحارة حارة كبيرة تقريبا مساحتها 132 دنم، منها 16 دنم حي المغاربة، و
الحي الذي سكن فيه اليهود لا يتعدى 5 دنومات. وإذا كانت العائلات التي تسكن من عائلة واحدة تحمل نفس الاسم ولكن دون 5 عائلات كانت يطلق عليها اسم الحوش، وإن زادوا عن 5 عائلات كان يطلق عليها اسم حارة، وإن زاد العدد عن أعداد يعني تصل إلى العشرات من العائلة الواحدة وعائلات تنتسب إليها أو بالمصاهرة أو بالنسب أو كانوا يطلقوا عليها اسم حي، وهان عرف هذا الجزء باسم حي الشرف نسبة إلى شرف الدين موسى. فهاي المنطقة كان يسكنها عائلات من عائلة الجعوني، ولذلك عرف هذا الحوش بداية باسم حوش الجعوني، ولما زاد عددهم عن 5 عائلات صار يتسمى بحي الجعوني أو حارة الجواني. هلأ لسه موجودين لسه هاي العائلات؟ لا لا لا، لا كل هذه المنطقة أخلي سكانها، وبالتالي كان سبب الإخلاء بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سفير في عهد حكومة إشكول عام 67 عام نعم. في تقريبا كان بعد 28/6/67 نعم، يعني عام 67 نعم غيروا المعالم، غيروا المعالم ونزعوا منها السكان الأصليين والمالكين بالطابو هذه الأحياء وهذه البيوت وهذه الدور، ونزعوا منها أحمد وحمدان وجورج، وأسكنوا فيها كوهين وشلومو بحجة أنها هذه هي المصلحة العامة. طبعا واستند سفير إلى قانون أصدره الانتداب البريطاني عام 1943 والذي ينص هذا فيه هذا القانون على المصالح العامة المصادرة لأجل أستاذ طاهر. يعني هلأ بهاي المنطقة ما في جوامع، ما في مساجد؟ موجود موجود موجود، والآن أشير عليك إلى موقع جامعين والثالث بعيد، وأحدها في نهاية هذه الطريق التي نحن نمشي عليها، والثاني في الطريق الموازية في الجهة الشرقي. هل هاي المساجد والجوامع؟ لا، الجوامع لم تصب، وحتى في ممتلكات عامة للأوقاف العامة ظلت موجودة، بقيت موجودة، وما استطاع اليهود انهم يعلنوا مصادرتها، لانه بالقرارات الدولية بيستطيعوا او تستطيع دائرة الأوقاف انها تسترجعها. على كل حال شيء جيد الواحد انه يذكر الاحواش او العائلات التي تسمت الاحواش باسمها وكانوا يسكنون في هذا الحي. عندنا الجعوني فيه طبعا عائلة النمري، وكان فيها القسم حي اسمه حي النمامري، والكبير والصغير. الصغير هو حوش، وايضا الجعوني، الخالدي، الحسيني، النشاشيبي، العلمي، يعني عائلات القدس، عائلات القدس، القطب، البديري، الأنصاري، الدقاق، هؤلاء كلهم جميعا لهم أملاك، حتى عائلة قطينة أيضا وهي من أنسابنا وأقاربنا أيضا لها أيضا مواقع في هذا الحي، والداودي والحمان وغنيم وأبو مديان والزربة والبشيتي والحريري. وقسم الأكبر مما ذكرت هي عبارة عن أوقاف ذرية، وقليلها هي عبارة عن ممتلكات خاصة لهذه العائلة. هذه هي نتيجة عملية المصادرة بقانون الذي ذكرته سمير. طبعا هان الأبنية القديمة هدمت وبنيت بالحجر الجديد. حديث في كثير من الأبنية هدمت، أنا أضلك كنت أكنها، هدمت وبنية بديلة، ولا بورجيك أين تقع. هذه هو ملك نمري، هاي عائلة نمري هون. نعم، وقف، هذه أرض وقفية، أرض وقفية. هلا شو؟ هلا محتلة من قبل اليهود، فيها عائلات يهودية.
محتفظين بالأوراق. نحن أنا محتفظ وصورت منها نسخ وصدقت عند محامي كاتب عدل، خليت قسم منها لابني سعيد 64 كوشان ونسخ لابني أنس الثاني، كل واحد له حصة. طبعا العيلة تملك أكثر من هيك، يعني محتفظ بالفواشي بالأوراق. هذا ملك النمري وهذا ملك النمري، وهذه الدار اللي هدمت هون هاي دار. هذه أرض وقفية أو دار وقفية، وبني عليها بإجارة الحجر اللي بنى فوق يهود، لكن لزقوا الحجر جديد، لزقوا الحجر جديد. أصبح زمني محدي. هذه الدار هون اسمها دار عبدو. هاي دار عبدو. هذه الدار هون بهذا في الجامع، هذا الحجر المغير، هذه دار اللي كنا ساكنين فيها بعد حرب 48. انت كنت ساكن هون؟ قديش كان عمرك لما طلعت من هون؟ لما طلعت من هون طلعت في 67، في 78 بقرار من المحكمة. ضليتك ل 78. في 78. بعدين شوفي شوفي اجدادنا شو عملوا، بيعملوا كان هذا يحطوا مي هون شربه مشان يشرب فيها الرواد رايحين جايين، هلا حطوا فيها شعار اسرائيلي بالكاس. شو لك ذكريات هون؟ اني عشت هون فتره لا يستهان فيها، من عام 48 بعد اخراج اليهود من حي اليهودي او الحوش اليهودي وحتى عام 78. شو بتتذكر هون؟ أنا جزء من هذا الحي، يعني هذا هو جزء في قلبي في عقلي في صدري، وعلى هذا الأساس لا أنسى حتى الحجر الذي بنيت فيه أبني ورثنا إياها آبائنا وأجدادنا، وآبائنا وأجدادنا قالوا لنا حافظوا عليها تذكارا لآبائكم وأجدادكم. هذه دار عبدو. دار عبدو. عبدو. بقول هدول مين؟ مجموعة عربية. تنزل هيك؟ هيك. هلا شوفي هون تاريخ مزيف. شوفي عندك هون هذه منطقة هدها اليهود وكذا، كان في حجارة قديمة جدا وجابوا أعمدة جربوها من برا وحطوها وصفطوها وصاروا يقولوا عنها هون كانت آثار يهودية وما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد باليهود. صوروا واكتبوا عليها أو اذكروا فيها أنها آثار. طب شو كان زمان؟ أرض فاضية كنا نلعب فيها. كنت تلعبوا فيها؟ كانوا يرابس فيها بياعين البطيخ، يبيعوا بطيخ. بس هذا بسيط، التزييف محدود جدا. هلا بتشوفي ايش فيه، وهذا كله كان طمم هون، لكن هم نظفوه الطمم وجابوا الاعمده. يمكن بيجيبوا السياح كمان هون. طبعا طبعا. شوفوا الاثار الاسرائيليه. شوفوا الاثار الاسرائيليه. بعدين اذا بدي ادنسك تحت لك تشوفي نجم داوود على بعض الطبزات هذه اللي فوق العليا، اسمه حوش البشيتي نسبة لعائلة البشيتي. إلى عائلة البشيتي. وفي هون فرن ما زال بإيد أبو سنينة، هذا فرن وقف عام مش وقف ذري. هاي الجامع وهي أحد الجوامع. طب بيجوا بيصلوا فيه؟ في له إمام متبرع. وفي هون كمان جامع، وهلا لما نرجع من هون في جامع. بوليسيا كان عباره عن دور تسويه، بيوت تسويه في المساكن العربيه، عملوها مزيفه. وصار يقولوا انه هون في كمان محلات فيها ابار وما ابار، ما بعرف منين نقدر نشوفها،
انه هذه اثار اسرائيليه تاريخيه قديمه وهي فيش منه فيش منه هي مزيفه واختلقوا اسماء انه كانت هون. طب ايش كانت هاي؟ كمان كنتوا تنزلوا تلعبوا هون؟ بتعرفي انه كان دكاكين هون وهدوها؟ هذا الصف كله كان دكاكين هدوها. يعني فنانين في عمليه التزييف. شايف هلا من القنطره وبرا بصير عربي. تنتهي حارث اليهود او حارث الشرف. ما رايت بالشوارع شوارع القدس العتيقه قدام الدكاكين البيت من فلسطين حكينا سوى الخبري عطيوني مزهري قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وقف على البواب صارت وصرنا أصحاب وعليهن الحزيني من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. القدس بلد التسامح وبلد الرسالات السماوية، ولكن عندما نتحدث عن القدس لابد أن نتحدث عن إخواننا في حارة النصارى. حدثنا أستاذ بسام عن حارة النصارى. طبعا حارة النصارى هي جزء من البلدة القديمة بالقدس وتحتوي على حارة النصارى فيها الحي الأرمني والحي الفلسطيني العربي وجميع الطوائف اللي تنتمي إلى الفلسطينيين. يعني احنا قائمين بحي النصارى رغم انه تسمية حي النصارى انما هو مزيج من التآخي الإسلامي المسيحي في سكن يعني مشترك، المحلات التجارية مشتركة، وإحنا بنجسد هذا العمل بصورة أكثر كجمعية لتطوير حارة النصارى بأنه بنسوي إفطار جماعي برمضان بكون الحضور فيه لا يقل عن 250 شخص في أحسن فندق في القدس في نوتردام ونتبادل الهدايا كمان احنا واخواننا الصائمين وبكون الوجبات دسمة وخاصة في رمضان يعني شيء او والحلويات رمضانية والمشروبات والجو بكون كتير حلو وله معنى كبير. طبعا هو مش المعنى انه ناكل ونشرب، كل واحد بياكل وبيشرب في بيته وشبعان، ان المغزى انه كيف احنا نعمل المزيج الوطني، كيف الشعب الفلسطيني اللي يمتزج في بوتقة واحدة والمسيحي بمسيحيه واسلاميه هذا هو الشعب الفلسطيني. ايش اكثر شيء بيعانوا منه التجار في حارة النصارى؟ نعم احكي لنا شوي عن معاناتهم. شوفي التجار بحارة النصارى يعني زيهم زي اخوانهم التجار في كل الاحياء في كل البلد في القدس اجمالا في ضغوطات إسرائيلية كبيرة على التجار، في تسكير، في إغلاقات شوارع بالمناسبات اللي بيكون بيستنوا فيها الأعياد بيستنوا فيها البيع والشراء وهيك تلاقي إغلاق هذا الشارع إغلاق هناك تسكير هون، السائح بيقدرش يدخل على عدة أماكن في الأعياد المسيحية، كتير أماكن مغلقة على السائح المسيحي اللي بيجي من برا. يعني انتوا ما لكم نصيب من السياح اللي بيجي من برا؟ لا 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 بالمرة يعني اشي خفيف جدا اللي بملص هيك. هلا عم نشوف احنا يعني مليان سياح. نعم هدول كله فود السياح اللي موجودين هون من خلال الجروبات الإسرائيلية. انتوا ما لكم؟ ما لنا اي حصة، هو بيجي حتى هو بيجي مدرس ومفهم
بعدم التعامل. هون في حرمية، في بسرقوا، في كذا، في 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 عدة شغلات، فهن بيمتصوه دمه نضيف بيجيبوا لنا اياه هون بس لزيارة الأماكن، مارق طريق. وفي من السياح اللي بتيجي في البواخر والسفن، يعني بيجوا ليوم واحد، بيجوا بزوروا بيطلع على الباخر على طول مروح، حتى ما بنعيش ولا شيء، ما بتشوف منه ولا دولار، ما بنشوف منه. هذا الوضع، الله يساعد الناس، الكل في أزمة والكل في ضيقة. وأخوف القدس، في ناس كتير قاعدة على القدس وبتقول هذه القدس اللي من ذهب، من ذهب، وإحنا العروبة نائمة في سبات عميق، وراح تروح القدس الله لا يقدر وتضيع لولا الشباب اللي بيضحوا بأنفسهم، والشباب المقدسيين اللي بيضحوا بأنفسهم وأرواحهم مشان يدافعوا عن القدس. هلا هون ايش؟ هذا المكان اللي غسل فيه سيدنا المسيح اجرين التلاميذ مشان يورجي التواضع والهيك. وهلا كل سنه بتتسوى هاي من قبل رئيس كبير، مثلا زي البطرك، زي المسؤول كذا كذا. يعني احنا هيك النصارى. معظم المحلات زي ما انت شايفة كلها سنتورية وأثريات وأشياء دينية، طبعا الأشياء اللي بيهتم إلها السائح وبيبيعوا عليهم إذا صح لهم يبيعوا رغم الضيق والإغلاقات والتسكيرات. وبيجي السائح قفران معه شو ولا ملين، لأنهم مصمصين ومخلصين عليه بيقولوا. طبعا الاشياء في ايش لك انت هون كم سنه؟ انا من ولدت سنه 1948 وانا هون، يعني من عزمان، يعني من حياتي طفولتي. نعم، شو اللي تغير؟ شو عم بتشوف؟ عم بتغير الحجار والنادي زي ما هي، البني ادمين اللي بيتغيروا. كيف انت؟ يعطيك العافيه. البني ادمين هن اللي بيتغيروا، الانسان. يعطيك العافيه. هلين جو؟ لا ولا شيء بالمعالم ولا شيء، انه كله يعني زي ما تشوفي خلاص، باب هذا الدكان العافيه هلين. وهذا بس الاشخاص، هذا باع، هذا شرى، هذا اخذ، هذا جديد، هذا عتيق. في محلات مسكره بحاله النصارى ما بيقدر يدفعوا ادنى ما بيقدر يلتزموا. هو الديون للارنونه للبلديه وللجيحون وللمي هذه الديون، كل اطياف الشعب يعني واقع فيها، فيش حدا الا مديون للحكومه ومديون للضرائب والمديون للكهرباء وهذه مشكله عامه. صامدين إنا الناس الحمد لله قادرين انه ينجحوا ويصمدوا في اشغالهم في اعمالهم. نحن هنا باقون كبيرة مساحتها. كبيرة تقريبا، هي بتشكل تلت من مساحة البلدة القديمة، تلت تلتين المنطقة الإسلامية كمان. فيها الأرمن وفيها الأرمن والسريان والأقباط وكل الطوائف المسيحية. متعايشين. We are sorry. ومتعايشين مع بعض. نحكي عن الأرمن يعني عن الطوائف الدينية المسيحية. كلنا متعايشين بمحبة وإخلاص. سلامات حاج. بمحبة وإخلاص وكل شيء شيء طبيعي جدا، عادي جدا، عادي جدا. الحمد لله، الحمد لله. هي القدس، القدس بالذات والناسها والشعب الفلسطيني
هو الناس اللي وحيدين في الشرق الأوسط، وكنت دائما بدعو العالم العربي إنه يتعلم من الشعب الفلسطيني وحدته ومحبته واحترامه للأديان وقبوله للآخر، وكل هذه موجودة الحمد لله عندنا هون. بالنسبة للوضع اللي بنشوفه في الدول المجاورة شقيقة زي مصر وسوريا والعراق وهيك وهيك، الحمد لله احنا بعيدين كل البعد عن احنا بس هذا المصيبة تبعتنا. هي هذه مصيبتنا احنا. ان شاء الله بزول. تركيا حكمت 400 سنة عندنا هون وراح، والانجليز اجا وحكم وراح، ابدا ما بصح الا صحيح. وهذه اراضي فلسطينية وبدها تكون بس للفلسطيني الحل، وكله بزول. والشباب هدول بهمة الشباب هدول الحلوين الله يساعده يا عمي. سلامتك يا قبة نور يا تاج مزينها الكون، سلامتك يا قبة نور يا تاج مزينها الكون، يا مزنرة بالأزرق، يا مزنرة بالأزرق ومكحل العيون، يا مكحل العيون. هموا يلا شدوا الرحال نصل برؤيه احلى هلال، هموا يلا شدوا الرحال نصل برؤيه احلى هلال، من عنده عرج نال المآل، من عنده عرج ونال المآل. مدد 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 يا أهل الوصال، مدد 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 يا ناجي، مدد مدد يا موسى، مدد مدد يا صالح، مدد مدد يا صالح، مدد 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 يا أهل وصال. سلامتك يا قبة نور يا تاج مزين الكون، يا مزنرة بالأزرق، يا مزنرة بالأزرق ومكحل العيون، ومكحل العيون. احنا هلا في عقبة لتكية، حدثنا شوي عن عقبة لتكية. عقبة التلكية احدى الطرق في البلدة القديمة، عقبة يعني طريق طالع للصعودا. هذا الكلمة طالعين صعودا لتكية خاشكي سلطان. تكية خاشكي سلطان انشأتها السلطان ركسلانا اللي بتابعوا يمكن حريم السلطان، بمسلسل حريم السلطان لابد انهم سمعوا عن هيام، وهيام كان اسمها الاصلي روكسلانا، وروكسلانا هي اجت على القدس وعملت بنت اللتكية واوقفت عليها كثيرا من قرى فلسطين، وخصوصا في ساحل فلسطين، بينهم اللت كليتها كانت اراضي اللت كانت عبارة عن الوقف لتكية خاشكي سلطان. هون احنا في القريه ايش عندنا تكيه؟ عندنا هي التكيه الرئيسيه الوحيده. التكيه لعبت دور في انه وجهت اصلا لاطعام الفقراء، وكانت تقدم الشوربه، شوربه القمح او شوربه الفريكه اللي بنسميها اليوم، لعائلات القدس، لكن خلينا نقول مسطوره. لكن ابرز دور لتكية كان في الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى كانت فلسطين كلها في مجاعة، الأتراك خاضوا الحرب وكانوا عندهم خطوط تموين ضعيفة جدا في منطقتنا، فاضطروا أنهم جنودهم يدخلوا ياخذوا وينهبوا ما توفر من أكل عند السكان. كانوا القرى يغزوها الأتراك، ياكلوا كل الدجاج والغنم اللي عندهم او القمح اللي زارعينه او مخزنينه. فصارت القدس في هذيك الفتره فيها مجاعه، في نقص في القمح ما فيش بالكامل،
الكية سلطة خاشقي سلطان اللي احنا على بابها الان. هلا هاي التكية بتنعمل يعني في رمضان وطول السنة؟ طول السنة يعني بتقدم هلا بتقدم الاكل لحراس الحرمين. في المجاعة الناس اعتمدوا على التكية كانها مصدر غذائي، كانت التكية تعطي وجبة كل يوم. وكان لسه في الحرب العالمية الأولى لا زال هناك جواري وعبيد في مدينة القدس. الجواري والعبيد في مدينة القدس أنا لحقتهم موجودين حتى في العيلة عندنا، كان في عندنا عبيد وجواري. الأغنياء من البلد كانوا يستحوا بالأول إنهم يجوا يصفوا في الطابور. الطابور كان طوله من باب الحرم لهون المسافة حوالي 400 متر، والناس صافين كل واحد حامل طنجرته وجاي يعبي الوجبة شيته الشوربة. هي عنصر الغذاء الوحيد كان لمعظم سكان القدس أغنياءهم وفقراءهم. كان حتى في مرحلة متقدمة سنة 15 بعد غزو الجراد لفلسطين، في سنة 15 اضطروا ينزلوا انه كل 3 ايام يعطوا وجبة، فكان سكان القدس عاشوا على وجبة واحدة من التكية. حتى لما والدي اجى يسجل في التكية وكان مستحي ومخبي راسه وما حد يشوفه، بعدين رفع راسه فجأة شاف انه باقي النجاشيبة والخالدي والحسين كلهم صافين زيه في الطابور، فرفع راسه وقدر يكمل وهو حامل الطنجرة. المسجل اول كلمة قال له تبعتوش طنجرتكم في المرة الجاي مع جارية او مع خادمة، لانه الجارية او الخادمة ممكن تاكل نص الشوربة في الطريق قبل ما توصل لكم اياها، فحد من كبار العيلة او من شباب العيلة هو اللي صاروا العائلات اللي بنفسها فصاروا هم يجوا. عشان هيك كان لها دور ضخم في توفير الغذاء في لسكان القدس في اثناء الحرب العالمية الاولى. انا بحكي بهذا الكلام. هاي الطريق لوين بتودي؟ هذه سوق القطنين اولا اسمها، وهذا من اقدم اسواق القدس، و يعني قد يكون نهايه العصر الاموي العباسي في خليط فيه يعني في انشائه، يؤدي الى المسجد الاقصى بالطبع. اهم معالمه الاقواس هون اللي في السقف، السقف شيته والفضيات للهواء اللي في السقف. السوق قديم جدا يؤدي الى المسجد الاقصى من طريق الواد. من اهم معالمه بالتاكيد وجود خان تنكز فيه. خان تنكز اقيم في عهد المماليك. احنا رح ندخل على خان تنكز بعد ثواني. خان تنكز شو الخان تنكز؟ خان تنكز احد خانات القدس، خانات القدس بمثابه فنادق اليوم. يعني كان يجي الحجاج، كان يجي الحجاج واي زائر للقدس من انحاء فلسطين او من الخارج، كانوا يجوا على بقوافلهم، فالقوافل في معهم دواب وخيل وجمال، كانت الخيل تدخل في قلب الخان، ففي مكان لاقامه الناس وفي مكان لاقامه واطعام الدواب والعنايه بها. خان تنكز اليوم تعتني في جامعة القدس أو جزء من جامعة القدس تشرف عليه، وفي مركز دراسات القدس واللي يقدم درجة الماجستير في دراسات المقدسية، والجزء الآخر منه على اليمين حمام العين، على شمال جامعة القدس المركز. هلا إلى حمام العين. إلى حمام العين أولا. حمام العين من الحمامات المقدسية القديمة اللي كان يعمل حتى يمكن السبعينات لا توقف، أو بجوز الثمانينات أول الثمانينات لا توقف عن العمل كحمام. والموقع موقع الأطماع الإسرائيلية كثيرة في هذه المنطقة بالكامل، لأنه احنا بالضبط على الحائط الغربي للمسجد الأقصى اللي هم بيعتقدوا أنه هو امتداد لحائط المبكى. الحمام يعاد ترميمه حاليا، وفي مشروع لإعادة تشغيله كحمام كما كان في العصر القديم. الحمام مملوكي يعني أقدم من الحمامات التركية ب 300-400 سنة على الأقل، والمماليك قد يكون أنه حتى من قبل المماليك، لكن المماليك اشتهروا
فيه. احنا رح ندخل بعض قاعات الحمام، مصاطب الحمام للراحة، للراحة. أماكن كان هلأ يقام في عروض فنية أحياناً الناس تستريح بعد ما تتحمم على المصاطب قبل ما تنشف من البخار. المية اللي كانت تيجي له كانت تيجي من الخط الوارد من منطقة الخليل وبرك سليمان للقدس، لأنه مية القدس شحيحة. القدس كانت تعتمد طول عمرها على آبار الماء اللي هي تجميع مياه الأمطار، لكن في العهود القديمة تم التفكير ببناء قناة من منطقة الخليل من برك سليمان إلى مدينة القدس لزيادة توفير مياه أكثر في المدينة. الخط اللي جاي يغذي حمام العين هو جاي في الأصل كان من الخليل. إحنا في بعض قاعات الحمام وبعض أماكن الاستحمام إحنا بنشوف الأجران، بنشوف القبب للبخار لتهريب البخار، القبب المثقوبة في الحمام، الغرف الصغيرة للحمام، الأحواض الثلاثة، حوض لماء بارد وحوض لماء بيغلي. الماء البارد بيجي من هون، الماء اللي بينغلي، وبعدين الماء الوسط اللي بيتم التحمم الاستحمام فيه. تم ترميمه قبل 20-25 سنة، لكن هو بحاجة إلى إعادة ترميم آخر الآن وإعادة تشغيله ليكون أحد معالم السياحية الرئيسية. الإسرائيليين عارضوا في خوفوا إنه المية انها تتسرب على الحفريات اللي هم بيحفروا تحتينا، يعني احنا تحتينا في الانفاق، الانفاق الاسرائيليه والحفريات هي تحت الحمام، فخافوا انه تتسرب المياه، فبدهم اشتراطات ووضعوا شروط واوقفوا العمل في الترميم لمده 10 سنوات حتى الان، حتى تم اخيرا تقريبا الموافقه ما اتخذتش نهائيه حتى يتم التشغيل. بتعرف انه الحمام كبير، صلاته بتاخذ اكثر من شخص. طب اذا في حفريات يعني ما في خوف اصلا على المكان نفسه؟ يعني كل القدس فيها خوف عليها، في وخصوصا في هذه المنطقه، يعني نشوفها في هذه المنطقه التشققات هي مرتبطه بالحفريات. قد يكون لكن كما يبدو القدس كما هو معروف هي طبقات. زلازل أجت هدمت المدينة، أو حروب أجت هدمت المدينة وداستها بالكامل. لما أعيد بنا المدينة أعيد فوق الركام اللي قبلها وفوق الركام اللي قبلها. فالحقبات التاريخية اللي يقال إنه القدس هدمت فيها 11 مرة. لو نزلنا في الأرض وفتحنا نفق، فاحنا راح نلاقي طبقات من الارض او من المباني او من الفراغات، بعض الفراغات اللي كل طبقه منها تعود الى حقبه تاريخيه الى ان نصل الى 6-7 آلاف سنه. اللي بدينا ناخذ معلومات تاريخيه عن هذه الحقبات اللي مرت فيها القدس. هذه القاعه الرئيسيه للحمام، قاعه الاستقبال وقاعه المغادره النهائيه. قاعه الاستقبال قيم الحمام أو المسؤول عن الحمام كان بيجلس في هذا الركن، هون الركن للاستراحة، الناس ما بعد الحمام الاستراحة الثانية ولشرب الشاي. كان ينشرب الشاي هون أو القهوة بعد الحمام. كانت هذه الجلسة جلسات اجتماعية لسادة الرجال أو سيدات القدس في الأيام اللي كان بينفتح فيها، للساعات اللي كان بينفتح فيها للسيدات. الناس بتقعد على الطرفين على مصاطب وعلى جنابي في المصاطب، واحيانا كان يكون في حكواتي ستوري تيلر يقعد يحكي مع الناس. انفاس الارجيله لبعض المدخنين كانوا يدخنوا برضه في المنطقه. لازلنا بنحكي احنا على فتحات التهويه والاناره اللي كانت موجوده
في المبنى. إذا بنشوف الأقواس وطريقة البناء هي تشير إلى فترة حتى أقدم من الفترة المملوكية اللي إحنا بنحكي على إنه الحمام ينتمي لهذيك الفترة. المصاطب واضحة عريضة، يعني الناس كان بيقدر يقعد ويتمدد كمان على مش يعني مدد إجريه مش بس يرتاح. كان في أحيانا في سهرات النساء في حمامات النساء خصوصا حمام العروس، حمام العروس كان في رأس هون في المنطقة ويتم الغنى والطرب. زفة العريس كانت بتطلع من هون يوم العرس، كان بيجي بتحمم في الحمام العريس وبتبدأ الزفة من حمام العين إلى المسجد الأقصى، بيروح بصلي ركعتين صلاة المغرب وبعدين ثلاث ركعات صلاة المغرب متأسف، وبعديها بيبدأ الأفراح في بيته أو في أي مكان. لكن الزفة تبدأ من حمام العين وبتطلع من باب السنسلة، بتطلع من باب السنسلة، بتدخل من باب السنسلة على المسجد الأقصى لصلاة المغرب. هو هذا الحمام الوحيد ما في غيره؟ لا لا، في عنا في القدس، في القدس في عنا أكثر من حمام، لكن مع الأسف كل الحمامات مغلقة هذه الأيام. والمحاولة حاليا لهذا الحمام، في حمام في بداية طريق الألام اللي هي عند باب الأصوات، وفي حمام آخر الحمام تبع باب الأصوات يمكن إعادة فتحه لأنه الآن بأجرة أحد رجال السياحة في المدينة، لكن الاستثمار لإعادة فتح الحمام هو استثمار مرتفع، وقد لا يكون العائد من تشغيله كحمام هو عائد مجدي ما لم يكن في أماكن في أشياء جذب إضافية للسائح في مدينة القدس. أنا بنت القدس اللي فيها الحجر بيقول وصل سلامي للعرب إخواننا، خبرهم عن حجار القدس والسور، ذكرهم بأمجادهم وأمجادنا. القدس تصرخ يا عرب، القدس تصرخ يا عرب، لبوا الندى المقهور، شيلوا الظلم عن اكتافكم مع اكتافنا. في بلادنا في فلسطين دم الشبل مشبول بترابنا وحجارنا وزتوناتنا. الله أكبر الله أكبر، كل ما زاد الظلم عن النور. الله أكبر كل ما يقصف بلادنا، الله أكبر كل ما يؤسر أطفالنا وأبطالنا. مجبور يا الوطن، مجبور يا الشعب، تحمل معي مجبور، وين فيك زاد الجرح، زيدوه على جراحنا، زيدوه على جراحنا. إيه يا بلد. ما زلنا معكم في البلدة القديمة ومعنا داني الصحفي. داني داني، شو عم تعمل اليوم هون؟ أنا هون أنا كل يوم السبت أنا نازل للبلد القديمة، والبلد غير كثير. انت بتشوفي اليوم اول اشي كل الاحياء العربي هون تحت خسارة المستوطنين. في كل محل تاني تشوفي الامارة، تشوفي علم فلسطيني اي ام اسرائيلي، هذا كله يعني صار نص البلد صارت يهودي، وهذا المشكلة تبعكم، هذا مشكلة لكم، هذا يعني هذا غير كل البلد القديمة، غير البلد القديمة. كيف كانت البلد القديمة؟ كان قبل ما كان مسخرة اليهود. اليوم هذا يعني في كل هذا اليوم في انت تشوفي المستوطنين في كل محل في البلدينة، في كل بيت الثاني تشوفي الاسرائيلي هون مثلا، هون بالك هون في كل محل في مستوطنين. قبل 40 سنة كان بس خرة اليهود، اليوم هذا في كل محل. كان زمان بس خرة اليهود بس خرط اليهود. هلا بنشوف مستوطنين، شوفي مستوطنين، شوفي لا قدام مثلا. انت كصحفي كيف بتشوف هذا تغيير الواقع؟ هذا التغيير يعني هذا انا ضد الاستيطان، هذا مع انا مع معسكر السلام في اسرائيل. بالنسبه لنا هذا يعني ضد السلام، هذا المشكله بالنسبه للمستقبل البلد، مستقبل مسيره السلام.
أنا متشائم اليوم بالنسبة لأي مستقبل للأحفادي والأفكار وهذا يعني مش يعني. طيب داني أنت أكيد لك علاقات هون مع أصحابك أنا بعرف المحلات كيف علاقتك مع أنا بعرف كل المحلات هون عشان 50 سنة أنا نزل 50 سنة 48 سنة من الاختلال من 67 أنا نزل هون أنا بحب كثير هون السوق هناك كل الأسواق هون أنا مبسوط جدا عشان هون بتشوف الحياة في حياة هون وفي ضيوف هون مثلا من الشمال أجوا هون معسكر من العرب من الداخل من المسلمين من وفي سواح هون كل الدنيا في هون مليون سواح بيجوا للبلد وهذا من شاني هذا شيء يعني طيب عشان هيك بنرجع بنقول داني حنقول أنا وياك مع بعض للقدس سلام للقدس إيش لازم نسوي تقسيم القدس للقدس سلام بدنا سلام بدنا سلام وانا انا بعتقد القدس الشرقيه لازم تكون عاصمه لدوله فلسطين والله يا حروف الوطن زي العقد بالصدر محلا محلا الفا فلسطين الحبيبة مهلا الوطن يا رب مهلا مهلا واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان الحجر مجوى يضو السين شغال الساجين امتى الفرج القى يا والطاق طلعت بدر على الشيط في طراب والياه جهد المراجل لمش من المحلاه والياه جهد المراجل لمش من المحلى والنون والنون نور النبي وقدسنا وسراه